السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خرجت صحيفة دايلي ميل البريطانية واسعة الانتشار في مقال لها فاجأت بها متابعيها المغاربة بالتقرير الجديد، تطرقت فيه لملفات التي تستعد للتنافس على شرف استضافة نهائيات كأس العالم 2030. وأكدت الصحيفة أن هناك وجود اتصالات مكثفة أجرتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برئاسة فوزي الخجع بهدف الانضمام إلى الملف الإسباني البرتغالي في ملف أوروبي إفريقي، وسيقام الإعلان في غضون أسابيع القليلة المقبلة، مؤكدة أن هذا الملف سيكون أبرز وأقوى المرشحين لانتزاع تنظيم مونديال قاري 2030 لكونه سيحظى بالتنوع الجغرافي، حيث سيجمع بين قارتين الإفريقية والأوروبية، بالإضافة إلى استقطاب الأصوات العربية في حالة عدم تقدم مصر والسعودية لملف مشترك بينهما. إخواني أخواتي، ما تنسوا تشتركوا معنا في القناة وشكرا لكم.